عسلامة. عسلامة. انت واحدة من طالبات متاع انستيتيو انترفاس. وي بي. نجم تحكينا على تجربتك؟ بي. انا عندي الباك، دونك عملت BTS باك بلس 2 en comptabilité finance. والله كانت اكسبيريونس باهية، مالغري كو انا باك ليتر معناها ليتيرير، لقيت روحي لي بروف محلاهم ايبر سيرفيابل، حطوني معناها في الكادر نتاع الكونتابيليتي، ما لقيتهاش معناها حاجة ديفيسيل جملة، و سافا سا مارش تري بيان. انت اني هو الدبلوم اللي خديت؟ انا البي تي اس، معناها اقوى اقوى واحد فيهم الكل. باهي، وشنو باش تعمل من بعد؟ والله مازلت ما نعرفش، هما توا سون بروبوزي معناها فما خدمه لبرا في المانيا، الدبلوم تاعنا نجم نقراو بيه نكملو بيه القرايه لبرا، وبعد عامين ولا ثلاثه سنين نجم تختم بيه، حاجه باهيه باش نشوف معاهم معناها في الحكايه هذه، وان شاء الله ربي يسهل فيه الخير. سي في تونس مش مشكل نورمال. نجم تخدم في تونس؟ اي بيان سور، هو راهو الدبلوم تاع انترفاس اومولوجي معناها ايكيفالون ا ليسونس، فهمت؟ اما في البريفي. ندوة صحفية باش نعرفوا بالبرنامج الشراكة اللي ديريرمون مؤخرا أنضتها معهد انترفاس مع شركة هدى بيرفومينغ اللي هي للتكوين والتشغيل. فبالتالي اليوم مع الشركة الألمانية انترفاس نون سيلمون تكون في التكوين المهني والتشغيل وكل ما هو مواد بناء وجستيون ايكونوميك اي انفورماتيك، اليوم توجهنا لتوجيه آخر هو التكوين في اللغات الحية اللي هي سبيسيالمون الألمانية، باش الطلبة متاعنا يخول لهم تكوينهم في انترفاس انهم يخرجوا يباشروا العمل نتاعهم في المانيا. وبعد الفورماسيون هذه العقود متوفره ولا لا؟ هو اكيد سبق وقلت لك وانه الندوه تندرج في اطار تكوين وتشغيل، بالتالي من العنوان الندوه معروف انه بعد ما يقرا التلميذ هو فما مستوى يوصل له اللي هو بي 1، البي 1 هذايا يخول له باش يقدم باش ياخذ الفيزا، راك تعرف ما يخرج الا ما ياخذ الفيزا نتاعو، واحنا اوفيرا ميزور معناتها في نفس الوقت نحضروا له العقد الشغل اللي باش يتخرج به لالمانيا ويتحصل به بالتالي على التاشيره من تونس من هنا. ولا معناتها براتيكمون احنا اليوم ركزنا على التكوين في اللغه الالمانيه وعلى التشغيل في المانيا اذا كان الاخوه مستعدين، وبالاخص تويكا الاختصاص التبريد والتكييف مطلوب برشا في المانيا الى جانب الاطار الشبه طبي. هو فما دو زونا، يقرا باش ياخذ الشهاده العلميه نتاعو، وثانيا باش ياخذ نيفو في الالمانيه. والمهم في الحكايه هذه الكل هو انه طلبه انترفاس عندهم تخفيض كبير برشا في اللغه الالمانيه، معناتها مش كيما يجيك واحد باش يقرا يونيكمون اللغه الالمانيه كيما باش يجي واحد ولد الانترفاس، فبالتالي هوني يتمتع بتخفيضات مهمه اللي هي تخول له باش ياخذ شهادته العلميه، وبالتالي يتنقل ويخرج يقرا كامل يقرا قرايته في المانيا ويخدم. الشهيد معروفين برشا، احنا البي تي بي ما يتزوجش 1600 دينار، انت والاختصاص في اختصاصات مواد بناء عندنا التكوين يدوم عامين، العام يتكلف 1800 دينار. فبالتالي فما كما نقولوا احنا مرحله التسجيل اي فريد انسكريبسيون توصل كل عام يخلص التلميذ كما قلنا في قطاع البناء وتوابعه يخلص 1800 دينار. التلميذ التونسي باش يعمل اتقان اللغه الالمانيه ابوبخي 8 موا هكاكا، كي باش يبدا بالنيفو ا1 معناها بالنيفو ديبيتون حتى يوصل للنيفو نتاع الفورماسيون يقعد 8 موا هكاكا ابوبخي. اكيد في كل فورماسيون فما عمر ما يتجاوزوهوش باش ينجم يلتحق بالمعهد انترفيس. كيبت تا ان غرينز فور التر داس سي اوسبيلدونغ ماخن كون
Nein, also wir haben jetzt zum Beispiel eine 52-Jährige aus der Türkei, die jetzt September ihre Ausbildung macht. Natürlich sollte man schon vor 60 irgendwie nach Deutschland kommen, aber da gibt es keine Altersbegrenzung. Ma fammiex limitaġ معناها pour la formation. Diġa għanna un exemple mra minn Turkija għamurħa 52 sni. المهم قبل 60 اما بيان سور هي اكثر الفورماسيون معناها دوموندي باغ لي جون اكثر مي ترونش تاج ليميت تاج ما فماش شنو الاختصاصات الموجوده والمستوى اللغات المطلوبه؟ فاسن دي بيرايش دي Genau, also wir sind im Pflegebereich jetzt unterwegs. Wir werden das aber in den nächsten Monaten, nächstes Jahr erweitern. Wir möchten so Richtung handwerkliche Berufe gehen, auch Richtung Tourismus, Gastronomie. احنا توا نخدموا في الباراميديكال معناها في لي زانفيرميي وكل مي قاعدين توا باش معناها نحبوا نوسعوا في المجال نتاعنا باغ اكزومبل لي الطباخه والا اللي اليد العامله كل مثلا التبريد اللحام هذوكم هما معناها لي سبيسياليتي نتاع اليد العامله الكل كيما عندكم انتم باغون في الانترفاس هذوكم التبريد وكل شيء وفما زيد الطباخه الجاسترونومي توا قاعدين نحضروا فيها معناها ان شاء الله شنو الهدف من الشراكه هذه؟ بس ايش تسيل فون ديز كوبيراسيون Von, in welche Richtung Kooperationen? Also ich habe das ja schon beim Seminar gesagt, wir haben festgestellt, dass sie hier sehr, sehr stark sind, Richtung Sprache lernen und dass sie auch Ausbildung anbieten, Richtung Heizung und Klima. Und da haben wir Interfaz uns jetzt ausgesucht, wo wir gedacht haben, okay, wirklich professionell, auch Sprache. Und deswegen haben wir einfach gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal Konferenz und da können wir einfach mit Interfaz zusammenarbeiten und die Kandidaten profitieren davon. معناها سمعنا بها ليكول هذه انترفاس اللي هي ايكول كبيره وحتى في كيما نقولوا الغوم اللي شكايت معناها التنظيم تاع القاعات وكل باهيه تطالب معناها تتناسق مع المواصفات العالميه شفنا ليكول شفنا اللي فما دي ستوديون فما شكون يعملوا دي فورماسيون وجاتنا الفكره باش نعملوا نوسعوا المجال نتاع التكوين نتاعنا وان شاء الله معناها دي كونفيت بتاتر في المستقبل دي كونترا دو ترافاي سينو نحاولوا نطوروا معناها العبيد اللي يعملوا فورماسيون بوكو با يقراوا اللونغ وكل شيء. كيفاش جات الفكره هذه نتاع المشروع؟ والله جات سبونتاني من المشروع نتاع حبينا احنا لوجنا على اون ايكول كي بيان بوزي في تونس سمعنا باللي كل هذا خاطر قالوا لنا في معناها سونتر فيل كبيره وكل شيء وعندها مواصفات عالميه قلنا بوكو با مشينا شفنا ليكول نتي بلو موتيفي لقاو اللي معناها الغوم اللي شكات باهية وكل شيء والظروف اللي قراو فيها لي زيتيديون باهية شفنا لي بوسيبيليتي انك تعمل فورماسيون زادا موجودة دو بوكو دو دومين قلنا بوكو با وجات الفكرة هكاك سبونتانيمون عملنا كونفيرونس. باهي تحكي لنا شوية على اجراءات الهجرة بعد التخرج. Wie ist das jetzt nach dem Diplom haben? Wie kann man nach Deutschland gehen? Also wichtig ist die Sprache. Wenn Sie ein B1-Level erreicht haben und hier ein Diplom haben, ist eigentlich der Rest Formalität. Das kommt immer darauf an, wie gut sind Sie in der deutschen Sprache und dann geht es auch ziemlich schnell Richtung Vertrag und dass Sie nach Deutschland kommen. وقت اللي يبدا ليتيديون ولا كيما نقولوا التونسي يبدا عنده ديبلوم نتاعو اللي مونك كاين اللغه كمل يقرا اللغه المانيه عنده اللغه وعنده الديبلوم نتاعو لا بوسيبيليتي نتاع الهجره سهله برشا معناها ليغال وباهيه و يا با دو ديفيكولتي معناها جست لا لونك.